السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: رجل يحب الله ويطلب العلم ويرجو أن يكون من العلماء الراسخين، يقول: وقع في أثناء سيره في ذنوب ليست صغيرة وأيضا لم تصل لحد الكبائر، فهل هذا يقطع عنه أمل أن يكون من العلماء لقبح ما وقع مع كونه تاب منه؟ الحمد لله، لن يقطعه ذلك عن سيره إلى الله عز وجل، ولن يقطعه عن طريق تعلمه. أبشرك بأن التوبة تجب ما قبلها، وليس أحد معصوما، فإن أنبياء الله عز وجل قد وقعوا في شيء من ذلك مما قصه الله عز وجل علينا. ألا ترى أن آدم عليه الصلاة والسلام قد أكل من الشجرة وقد نهاه الله عز وجل عنها، ولما تاب تاب الله عز وجل عليه، وكانت حاله بعد التوبة أجمل منها وأفضل قبل التوبة. ألا ترى أن نوحاً عليه الصلاة والسلام دعا على قومه بدعوة لم يؤمر بها، ولذلك يقول في حديثه الشفاعة: وإني كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. ألا ترى وفقك الله أن إبراهيم كذب 3 كذبات كلهن في ذات الله عز وجل؟ ألا ترى أن موسى عليه الصلاة والسلام قد وكز ذلك القبطي وكزة أتت على نفسه ثم تاب فتاب الله عز وجل عليه؟ ألا ترى أنه ألقى الألواح التي فيها ذكر الله عز وجل وأخذ برأس أخيه يجره إليه ثم صارت حاله بعد ذلك كله أفضل منها قبلها؟ ألا ترى وألا ترى كثيراً من أهل الخير والإمامة والصلاح يقعون في شيء من الذنوب والمعاصي التي لا يخلو منها بشر أبداً، ومع ذلك يتوبون التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها، وتكون حالهم بعد التوبة أكمل منها قبلها؟ فلا يجوز لك أن يأتيك الشيطان ليثبطك عن سيرك العلمي ولا عن سير قلبك إلى الله بحجة أنك لا تصلح لهذا الطريق لكثرة ذنوبك ومعاصيك. لا يا أخي، اتق الله في نفسك، وكلما وقعت في شيء من الذنوب بادر بالتوبة النصوح، وإذا وقعت بادر بالتوبة النصوح، وإذا وقعت بادر بالتوبة النصوح، وهكذا دواليك. كلما وقعت بادر بالتوبة النصوح إلى أن تلقى الله عز وجل. فلا يجوز لك أن تترك طريق العلم، بما أن الله عز وجل قد شرح صدرك للخير فإياك أن تترك طريق العلم. وأذكرك بحديث ذلك الرجل الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان يلقبونه بقولهم حمارا، وكان من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان كثيراً ما يشرب الخمر ويؤتى به يجلد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، ماذا قال رجل من الصحابة ممن شهد جلده؟ قال: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول وقال: لا تلعنه، فإني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله، مع أنه يشرب الخمر يا رجل ويؤتى به ويقام عليه الحد. يا أخي، اتق الله في نفسك، وواصل في طريق العلم، وواصل في طريق التعبد. ومتى ما وقعت في شيء من الذنوب كبيرا كان أو صغيرا، فعليك أن تعالج ذلك وتردمه بالتوبة. وفقنا الله وإياك، والله أعلم.